السلام عليكم دراري، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نهضروا معكم على شنو هي اول حاجه خصني نديرها ملي نجيب كلبي للدار قبل ما نعطيك وندير ليه الفاكسان. شي حاجه اللي كتبقى معاك 15 يوم الاولى كتخدمها مع كلبك من النهار الاول اللي كتجيبو للدار حتى ال 15 يوم تيكمل عندك الدار. موراها كتقدر تبدا معاه دريساج، تقدر تبدا معاه اي حاجه باغيها اللي هي دوميناسيون. كيفاش دوميني الكلب ديالي؟ كلبك باش دوميني خصك تفرض عليه شخصيتك، خصك تقول ليه انا هو المتر ديالك وانت الكلب ديالي. كيفاش غنفهم الكلب ديالي هاد الرساله بواحد الطرق اللي غادي تخليه فرحان؟ اول حاجه كتجيب الكلب كتحدد ليه التريطوار ديالو. غتسولوني كيفاش غادي نحددوا ليه التريطوار؟ غادي نحددوا ليه التريطوار ثلاثة ديال الحوايج: بلاصة النعاس، بلاصة الماكلة، بلاصة ديال الشرايين. هاد ثلاثة البلاي هاد ثلاثة الحوايج كتحاول تحطهم ليه فشي بلاصة. كتاخد واحد لاسباس اللي كتخليه الكلب، كتحط ليه الماكلة والماء ديالو، وكتحط ليه على شي ناس، كتخليه تمايا كتفهمو بلي هاديك هي بلاصتك. غتحط هادشي، غتجيب الكلب غدير ليه الكوشي تما وغتحطو، غادي يخرج غتعاود طردو، غادي يخرج غتعاود طردو، حتى شوية كيولي هو عارف بلي هاديك البلاصة ديالو غياكل فيها وغيشرب فيها، يعني التريطوار ديالو ها هو الكلب فهمها. هذه اول حاجه تديرها مع الكلب ديالك، ما تضربو ما والو، كتهز الكلب شويه وكتحطو صافي، جلس معاه غيشرب غياكل تما شويه غادي يبدا يعرف بلي هذيك هي البلاصه ديالو. ثاني حاجه هي الكلب ديالك ملي كتبغي تخرجو للزنقه، كتبغي تخرجو للزنقه كاين بزاف ديال الحوايج اللي غنطرقو لهم في القضيه ديال الزنقه. اول حاجه كتبدا من الباب الدار، يعني من الباب ديال اللي غادي تخرج بيه مع الكلب. ما نخليش الكلب ديالي يسبقني، ديما انا نخرج وكلبي يخرج مورايا. الا خرج كلبك موراك تيعرف بان انت المتر ديالو، ديما غيبقى يتسناك تخرج نتايا. اما الا دار العكس، يعني خرج هو الاول، كيولي هو اللي فارض عليك شخصيته، كتولي انت اللي تابع الكلب ماشي الكلب اللي تابعك. ديما خصني نخلي الكلب يتبعني. هادشي باقي صغير، كنهضر معكم على كلب اللي يلاه جبتيه، يعني من 45 يوم تقدر تخدم حتى مع الكلب الكبير ماشي مشكل، ولكن كنهضروا دابا على الناس اللي واخدين لي شيو. كيفاش غنتعامل مع شيو؟ كنحدد ليه قلنا التريطوار، ثاني حاجه الزنقه، ما كنخليهش يخرج هو الاول من الباب. كنحاول ملي نخرج الكلب كنخرجو بلا لاليس، حيت هو باقي صغير راه ما غاديش يبعد عليك. كنحاول الا مشى الكلب اليمين كندور انا اليسار، الا مشى الكلب سبقني كنرجع، وديما كنعيط ليه، ديما كنعيط ليه. علاش؟ باش كتخلي الكلب ديما كيتابعك، ملي كيجي عندك كتحاول تعطيه شي حاجة تفرح بيه، حك ليه كاريسيه وسير بحالك، وقف في بلاصتك ولا سير لشي بلاصة وخلي الكلب يتبعك. ملي تشوف الكلب ديالك كيحضي معاك وكيتبعك، عرف راسك بلي ساليت ليطاب الأول. ليطاب الثانية هي غادي نحدد الكلب الزنقة، خصنا نمشيو ندخلو للدار. اغلب ديال الكلاب ملي كتخرجو من الزنقه كي توحل معاهم في الرجوع. انا شخصيا دوزت بزاف ديال الكلاب ولقيت معاهم هاد المشاكل، كلب كتخرجو كيرجع عندك، اون فوا كتبغي دير ليه الزنقه كيهرب عاوتاني وكيخليك تابعو. ما نتبعش الكلب ديالي، خليه واقف تيجري، خليه يدير اللي بغا، حاول تعطي الكلب ديالك الوقت الكافي باش يعيا ويجي عندك وتمشيو للدار. هادي ثاني حاجه. ثالث حاجه هي الكلب ديالك اللي خصك تنتبه ليها، هي ما تعطيش الكلب ديالك حق باش يعزل الماكله ديالو. انت بغيتي تعطيه شي حاجه حاول ترغم عليه، كترغم عليه ماشي كنقول لك عطيه خبز كرم ورغموا عليه، عطيه الروز حرفيه ورغموا عليه، عطيه الرجلين ورغموا عليه، عطيه شي حاجه. مثلا كاين شي كلاب ما كياكلوش الروز والكفته، كياكل غير الكفته بوحدها. لا، ناخذ الروز غادي ندير فيه الكفته، ما بغاهاش الكلب غادي نهزها غنمشي في حالي. غدا ان شاء الله غنعطيه عاوتاني ديك الغوطه، ما بغاش ياكلها غنهزها، ما غاديش نبدل ليه الماكله. راه انفو كتبدل الماكله انفو خسرتي داكشي كامل. الكلب ولا كيفرض عليه شخصيتك، ولا كيفرض عليك شخصيته. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد القضيه. الزنقه ما يخرج هو الاول، حيت الا خرج هو الاول كتولي انت اللي تابعو كما شرحت لكم قبيله، يعني ايفيتي
كتحدد لي يعني باش دومينيك كلبك قلنا دابا ثلاثة الحوايج ثلاثة الحوايج قلنا اللي هي كتحدد لي التريتوار ديالو كتحدد لي وقيته الماكله وقيته ديال الزنقه ما كتخليش الكلب يخرج قدامك هو الاول من الدار ما كتخليش الكلب ديالك يعزل الماكله ديالو يعني خمسات الحوايج خصك تحضي منهم مزيان قبل ما تبدا مع كلبك تريساج حيت الا ضمنيش كلبك مزيان اسهل عليك التريساج فرض عليك هو شخصيته غتصعب عليك التريساج كما كنعرفو كاملين الكلب ضروري خصو يكون لتحت وانت الفوق وكنتمنى هذا الفيديو يكون وصل الميساج اللي بغيت نوصل لكم وكنتمنى تفرج في هذا الفيديو مع صحابك بارطاجي داير لايك ديزلايك الى ما عجبكش الفيديو وقولوا لنا الناس اللي غيديروا ديزلايك علاش ما عجبهمش الفيديو والناس اللي غادي يديروا لنا كومونتير نتمنى يكونوا لي كومونتير فيهم افاده كنشكر الدراري بزاف اللي كيكومونتيو ليا عند دي كومونتير تحفيزيه بالنسبه ليا اللي كتخليني ديما نعطيكم جديد ديما نكمل في الفيديوهات ونقلبوا كثر على الدومين كما كنقولوا الدومين بحر ما عمرك غتقاضي انا باقي ما عنديش بزاف ولكن داكشي اللي عندي كنحاول نبارطاجيه معكم كنستافد من الناس اخرين وكنجي نعطيكم عاوتاني داكشي اللي عندي اي معلومه جبتها راه كنتاكد منها كنجربها في كلبي الا صدقات ليا عاد تنهضر معكم عليها كاين شي حوايج اللي كندخلهم انايا كناخذ معلومه وكنزيد عليها ولا كنقص منها المهم كنبدل فيها شي حاجه وكناخذ الخلاصه ديالها وكنعطيها لكم وكنتمنى تكونوا بخير وكلامكم يكونوا بخير وتهلاو في راسكم الفيديو جديد في موضوع جديد حسب داكشي اللي غيطلبوا الدراري وما تنساوش لاباج فيسبوك خليو لينا كومونتير فيديو شي حاجه اللي بغيتي تعرفها بغيتي نديروا عليها فيديو جاي مرحبا بكم فلاشين.